سلمان المحمدي جاء في كتاب التاريخ والتراجم إن الصحابي الجليل سلمان المحمدي رضوان الله عليه توفي سنة 36 للهجرة في اليوم السابع من شهر صفر، ومما جاء في مناقبه أنه كان من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وحواري أمير المؤمنين عليه السلام. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: سلمان منا أهل البيت. وروي عن ابن نباتة إنه قال: سألت أمير المؤمنين عليه السلام عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه، وقلت: ما تقول فيه؟ فقال: ما أقول في رجل خلق من طينتنا وروحه مقرونة بروحنا، خصه الله تبارك وتعالى من العلوم بأولها وآخرها وظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها، توفي وعمره 250 عاما، وموضع قبره في مدينة المدائن القريبة من بغداد والمعروفة بسلمان باك.